احتفل أقباط مدينة القدس وبحسب التقويم القبطي بتكريم ذخائر القديس جيريس هذا العام أيضاً، وأقيم احتفال كبير في 17 من تشرين الثاني. ترأس هذا القداس الأنبا أبراهام بطريرك الأقباط البالغ عددهم نحو 2000 مؤمن في الأرض المقدسة، حيث يسكن في القدس ما يقارب 300 قبطي. وأقيم القداس في كنيسة القديس الشهيد جيريس في دير الإناث في البلدة القديمة، وعاش القديس الشهيد بين القرنين الثالث والرابع للميلاد، ويظهر في إيقونة تحمل اسمه بهيئة فارس ينتطي سهو جواده وهو يتغلب على التنين. كان هذا القديس الشاب جنديا وفارسا مقداما في جيش الامبراطور الروماني، امتاز بالقوة والشجاعة والجرأة، ولكنه استشهد لإيمانه بيسوع المسيح بقوة وإخلاص، وأصبح جميع المسيحيين يطلبون شفاعته لله لكي يساعدهم في ظروف حياتهم وفي اجتياز مشاكلهم ومتاعبهم وتخطي الأزمات القاسية التي يمرون بها. إن السيرة الذاتية للقديس جيريس والمعتمدة على وثائق ومستندات قديمة تندرج وتتفق في كثير من الأحيان مع الأسطورة، فالمعلومات التي وردت من القرن الخامس أقل غموضاً حول تكريم مكان دفنه في مدينة الليد الحالية بجوار تل أبيب، وهو المكان الذي يعتقد أنه استشهد فيه. إن الدعوة القوية للإيمان التي أطلقها هذا القديس جمعت العديد من المؤمنين الأقباط للاحتفال مطولاً في 17 من تشرين الثاني، وهذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بموعد تكريم ذخائره. بعد أن تم نزع الغطاء المؤلف من عدة طبقات من القماش عن الصندوق الذي يحتوي على الذخائر، قام البطريرك وأساقف آخرون بفركها بمزيج من العطور والتوابل والمراهم الخاصة قبل أن تعاد ثانية إلى الصندوق. وأثناء ذلك يتجمع المؤمنون ليتمكنوا من الحصول على بعض العطور من الذخائر بأكياس أو محارم. بنيت الكنيسة عموما على ذخائر القديسين، ومعظم ذخائر الشهداء القديسين محفوظة في غالبية كنائسنا، فيأتي المؤمنون إلى الكنيسة ليتباركوا بلمس الذخائر المقدسة فتمنحهم الراحة الذاتية، وهم يؤمنون أنهم من خلال تكريم هذه الذخائر يحققون أمنياتهم التي يطلبونها من الله، لأنهم يتوسطون للخير بين المؤمنين والله، وهذه بمثابة شفاعة القديسين عند الخالق. كما يعلم المؤمنون أن القديسين يحظون بأهمية خاصة في كنيستنا، ولهذا السبب نقوم بسكب العطور على الذخائر وتحنيطها بما يسمى الحنوط، أي البهارات ذات الرائحة العطرية القوية، ونكرر هذا الاحتفال كل عام لنبارك مؤمنينا ولتكريم القديسين.